أتصل معكم من قناة طيبة بأسوان، وفيها نبقى هذه المرة في محافظة سوهاج. وبقاعة إعداد القادة بمحافظة سوهاج عقدت فعاليات البرنامج الوطني للرصد والمتابعة وتعزيز المشاركة، والذي يطلقه مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. من سوهاج تفاصيل وأوفى مع زميلين خالد المشنب ومحمود القاضي. تدريب وإعداد الكوادر الشابة المصرية على آليات الرقابة والمتابعة الانتخابية وتعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، وكذلك مناقشة الجوانب القانونية والحقوقية لعملية الرصد والمتابعة. هذه هي أبرز أهداف فعاليات البرنامج الوطني للرصد والمتابعة الذي يطلقه مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شارك في الفعاليات قيادات مجلس الشباب المصري وقيادات شعبية من شباب محافظة سوهاج المسجلين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات. أعرب الشباب المشاركون أن المحاضرات قدمت لهم جوانب كثيرة حول كيفية الرصد والمتابعة داخل وخارج اللجان، وكيفية إعداد وكتابة التقارير حول العملية الانتخابية. احنا النهاردة في سوهاج جايين ندرب الشباب على متابعة ورصد العملية الانتخابية. احنا عندنا النهاردة المحاضرة بتتكون من 3 أجزاء رئيسية، هو جزء قانوني وجزء سياسي وجزء مهاري. الشاب ان شاء الله النهاردة هيتعلم معانا ازاي يتابع ويرصد العملية الانتخابية بصفة كاملة، وان شاء الله بعد سوهاج رايحين هنا، وبعد كده بنجوب محافظات مصر بنوعي الشباب بالمشاركة السياسية وبالطريقة المهارية والقانونية والسياسية لعملية الرصد والمتابعة. بيتم اختيار الشباب عن طريق اللي هم بنسجل على موقع الهيئة العامة المشرفة على الانتخابات، بيصدر تصريح للشاب الراغب في متابعة العملية الانتخابية. احنا ضمن كمجلس بيتم تدريب هذا الشاب على كيفية الرصد والمتابعة. كيفية الرصد والمتابعة بتتم من جزئين، الجزء الأول وهو الجزء الخاص بالعملية الانتخابية، إن الشاب بيتوجه للجان الانتخابية في اللجان الفرعية، مثلا هنا في سوهاج في لجنة فرعية، الشاب بيدخل مع الاي دي أو تصريح الهيئة العملية الانتخابية، بيستأذن سعادة المستشار، بيسأله العملية الانتخابية كيف تجري، 2 التصويت قد إيه، 3 لو في أي عائق حصل للعملية الانتخابية. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني هي عملية حث الناس على المشاركة في العملية الانتخابية. احنا النهاردة عندنا تدريب عن البرنامج الوطني للمتابعة والرصد والمشاركة السياسية، تمام. ده من ضمن البرامج اللي المجلس مؤسسها على مستوى الجمهورية، زائد ان احنا عاملين عدد كبير من المتابعين المحليين على مستوى المحافظات، والحمد لله في سوهاج عندنا اكثر من 300، ممكن اكثر من 300 متابع محلي. الحمد لله خدنا موافقات بيهم، ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي هتبقى الايدات متابعه معانا. عاملين غرفه عمليات في كل المراكز، في كل المراكز بتاعت محافظه سوهاج، وعاملين خط انتشار، وان شاء الله هنغطي اغلب اللجان داخل المحافظه. واحنا طبعا يعني المجموعه معانا مجموعه قديمه، يعني دي ممكن ثالث او رابع مره يبقى في غرفه عمليات، سواء رئاسه او استفتاء او شيوخ النواب، فدي ممكن المره الرابعه والخامسه. عندنا فريق عملنا تدريب النهارده للناس المستجده اللي هي قدمت معانا لاول مره، فبدل ما ينزل يشتغل في اللجان، لا احنا عايزين ينزل يعرف الدور بتاعه ايه، دور المتابع ايه، صلاحياته ايه، دور داخل اللجنه، دور خارج اللجنه، ايه التقارير اللي ممكن يعملها. طبعا ده كله بيبقى داخل اطار مجلس الشباب المصري وغرفة عملية المركزية. بنتواصل في المحافظات، بنجمع الداتا كلها، بنبعتها للمركزية، والمركزية بتتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل مباشر. مجلس الشباب المصري من أوائل المنظمات الحاصلة على التصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات بالرصد والمتابعة، فاحنا قبل ما المتابع ياخد الأي دي بتاعه من الهيئة الوطنية للانتخابات، احنا بندربه على العملية الانتخابية من أولها لأخرها. بنعرفه حقوقه وواجباته بالأي دي اللي معاه أول ما يخش اللجنة لحد ما يخرج منها، لو موجود في غرفة عمليات سواء مركزية أو فرعية، إزاي يدير الغرفة دي، أو إزاي يكتب التقرير أو يعد التقرير بتاع العملية الانتخابية من أولها لأخرة. البرنامج الوطني للرصد والمتابعة وتعزيز المشاركة السياسية هو المؤتمر الذي نظمه المجلس المصري للشباب بمحافظة سوهاج. خالد المشنب لقناة طيبة.